أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدونا وقلة عددنا. اللهم فافرج ذلك عنا بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه وإمام عدل تظهره. اللهم فافرج ذلك عنا بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه وإمام عدل تظهره. إله الحق آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الشاهد القرآني. جاعل في الأرض خليفة في الشاهد 25، ووصلنا إلى المورد 6. أقول مرة أخرى نرجع إلى الإجماع الذي أشار إليه القرطبي في قوله وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق. أقول على أضعف المحتملات فإنه إضافة لسعد بن عبادة، فإن علي عليه السلام قد تخلف عن البيعة كليا أو لأشهر عديدة حسب ما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك الحسن والحسين عليهما السلام لم يبايعا، بل أنهما لم يبايعا حتى وفاة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، ولا يوجد أي مورد يثبت أن الحسن والحسين قد بايعا الخليفة الأول. أما فاطمة عليه السلام فهي لم تبايع لا ابتداء ولا لاحقا ولا بالأصالة ولا بالتبع، بل كان لها الدور الرئيس بل كان لها الدور الرئيس في الاعتراض على بيعة أبي بكر رضي الله عنه والدعوة إلى أحقية زوجها علي عليه السلام بالخلافة، وأن أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بعلي عليه السلام. فدعوى إجماع الصحابة على بيعة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه لا يمكن إثباتها لا في السقيفة ولا خارج السقيفة، لا ابتداء ولا انتهاء. نعم يمكن الكلام عن أكثرية وشهرة وشياع ونحوها. في كتاب البخاري، في صحيح البخاري كتاب المغازي، وفي صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن تقول السيدة عائشة فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة عليه السلام منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر، أي يعني فغضبت فاطمة على أبي بكر، فوجدت فاطمة عليه السلام على أبي بكر في ذلك فهجرته، يعني غضبت عليه فهجرته. من الذي يقول؟ ليس الشيعة من يقول، لست أنا من أقول، هذه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. لاحظ هذا الخط الصحابة، هذا الخط المرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخط المرتبط بأهل البيت سلام الله عليهم. طبعا قلنا لا يوجد عصمة، فيوجد أخطاء، يوجد اشتباهات، يوجد شبه، يوجد إشكالات، يوجد شبهات، هذا غير خط الأموي. خط الأموي ينفي كل شيء، يقلب كل الموازين، يقلب كل الحقائق. أما هذا الخط كما قلنا ليس بمعصوم، خط الصحابة، فلذلك يقول بالذي عنده والذي له والذي عليه، هذا بمقدار ما وصلنا من تجاوز مراحل الغربال الأموي والسلطة الأموية والحكام الأمويين جزاهم الله خير الجزاء الصحابة الخلفاء أم المؤمنين سلام الله عليهم، لولاهم لانقلبت الحقائق أساً على عقب.
إذن تقول فأبى أبو بكر، عائشة تقول سلام الله على عائشة تقول فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة عليه السلام منها شيئا، فوجدت فاطمة عليه السلام على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر. إذن غضبت فاطمة على أبي بكر وهجرت أبا بكر ولم تكلمه حتى توفيت وعاشت 6 أشهر. تقول فلما توفيت دفنها زوجها علي عليه السلام ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي عليه السلام. إذن كم عندي من الوقت؟ عندي 6 أشهر مرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه 6 أشهر تقول السيدة عائشة تقول وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، كان له وجه، كان له احترام، تقدير، منزلة، مهابة عند الناس. متى؟ في وقت وجود فاطمة، في حياة فاطمة. تقول وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة عليه السلام، فلما توفيت تغير الناس، تغيرت نظرة الناس. تقول وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة عليه السلام، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. يعني تغيرت وجوه الناس على علي بعد وفاة فاطمة، فعلي استنكر هذا، تضايق من هذا، أصابه الحرج والضرر من هذا، اهتم من هذا الأمر. فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. التفت ماذا تقول سيدة عائشة؟ ولم يكن يبايع تلك الأشهر. كم من الأشهر؟ 6 أشهر على أقل تقدير، لم يبايع تلك الأشهر، 6 أشهر هو لم يبايع سلام الله عليه. فهذه الرواية تدحض وتبطل كل من يقول بأنه بايع في نفس اليوم، في اليوم الثاني، بعد بضعة أيام. ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر رضي الله على عمر. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. التفت جيدا، نحن هم من نقول أم الرواية تقول أم السيدة عائشة تقول؟ نحن أو السيدة عائشة أو ابن شهاب وعروة وأم المؤمنين عائشة هي التي تقول؟ تقول هذا، تقول ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسيتهم، أو وما عساهم حسب الرواية، وما عسيتهم وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر. هل معه عمر؟ لا، لم يسمحوا بدخول عمر، اشترطوا بعدم مجيء عمر معه. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي عليه السلام فقال إنا قد عرفنا فضلك، أو فضيلتك، إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. لا يوجد حسد، ليس عندنا حسد عليك. ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت، ولكنك استبددت علينا بالأمر، لكنك استبددت أي استوليت وانفردت علينا بالأمر. من الذي يقول؟ علي سلام الله عليه يقول لمن؟ للخليفة أبي بكر رضي الله عنه. ومن الراوي؟ عائشة سلام الله على عائشة يقول ولكنك استبددت
أي استوليت وانفردت، استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى في رواية حقا، وكنا نرى حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصيبا. وكنا نرى حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا. فلم يزل يكلم أبا بكر، من الذي يكلم؟ علي سلام الله عليه، يقول فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، بأي شيء تكلم علي حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه؟ سيأتي الكلام عن هذا. لاحظ علي في مقام الاعتذار عن التأخر عن البيعة، في مقام بيان سبب التأخر، في بيان سبب الاعتزال وعدم الاستجابة للبيعة والمسارعة إلى البيعة. إذن لماذا بكى أبو بكر؟ لماذا فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه؟ ماذا قال علي سلام الله عليه؟ الله ورسوله أعلم. يقول فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. من القائل؟ الخليفة الأول أبو بكر يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقرابة علي وفاطمة والحسن والحسين، أحب إلى أبي بكر، أحب إلي أن أصل عائشة سلام الله على عائشة. من قائل؟ أبو بكر يقول، يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. إذن أين المشكلة يا أبا بكر فيها حسب هذه الرواية؟ أين المشكلة يا سيدي ومولاي يا أبا بكر؟ هنا يأتي بالجواب، يقول وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال. التفت جيدا، إذن كلام هنا عن أي شيء؟ ليس عن الحق وعن البيعة وعن الإمامة، وإنما يتحدث عن مال. لاحظ، عن فقرة المال. يقول وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، هنا يبرر أبو بكر سلام الله على أبي بكر، يقول فلم آلوا فيها عن الخير، فإني لم آلوا فيه عن الخير، حسب الرواية فلم آلوا فيها عن الخير، أو فإني لم آلوا فيه عن الخير، فلم آلوا فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي عليه السلام لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. تكمل السيدة عائشة تقول فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي عليه السلام وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد، ثم استغفر، انتهى كلام أبي بكر رضي الله عنه. تقول وتشهد علي عليه السلام فعظم حق أبي بكر وحدث، أو أنه لم يحمله على الذي صنعه، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة أي حسدا على أبي بكر، وحدث أو أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا حقا. لاحظ، يقول ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا، تكرر عمال الاستبداد، فاستبد علينا أو فاستبد علينا به، فاستبد أبو بكر سلام الله على أبي بكر، فاستبد أبو بكر علينا أو فاستبد علينا به.
حسب الرواية تقول فاستبد علينا أو فاستبد علينا به. إذن ماذا قال؟ ولكننا، أي أمير المؤمنين سلام الله، يقول ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، أي غضبنا في أنفسنا على الذي حصل، على ما حصل، على أي شيء حصل الغضب من علي وفاطمة والحسن والحسين. ما هو السبب؟ لاحظ، بسبب الاعتقاد بالحق، بالأمر، بالنصيب، بالخلافة، بالإمامة. هذا اللي هو الذي أدى بأن تغضب فاطمة ويغضب علي سلام الله عليهما ويغضب الحسن والحسين. ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. وأعلق هنا، أولا أقول عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وهذا الكلام نص واضح في تخلف علي عليه السلام عن البيعة 6 أشهر وأكثر. فأين ابن تيمية وأتباعه؟ وأين المارقة الدواعش أهل التدليس الخوارج من هذه الرواية الصحيحة في البخاري ومسلم وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى يضعف تيمية ما في الرواية فينسب فترة تخلف فترة 6 أشهر، فينسب فترة 6 أشهر إلى القيل في مقابل قيل آخر، حيث قال لكن قيل علي عليه السلام تأخرت بيعته 6 أشهر، لاحظكم، لكن قيل علي عليه السلام تأخرت بيعته 6 أشهر، وقيل بل بايعه ثاني يوم. تدليس واضح، بغض بعلي سلام الله على علي، المحك في كشف النفاق والمنافقين. ثانيا، فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. أقول المعنى واضح في أنه لو لم تتوفى فاطمة عليه السلام فإن علي عليه السلام لا يستنكر وجوه الناس، فلا يلتمس مصالحة ومبايعة أبي بكر، ولبقي على عدم مبايعته له. إذن هذا المعنى يفهم منه، المعنى الواضح في أنه لو لم تتوقف فاطمة عليه السلام، لو لم تتوفى فاطمة عليه السلام فإن علي عليه السلام لا يستنكر وجوه الناس، فلا يلتمس مصالحة مبايعة أبي بكر، ولا بقي على عدم مبايعته له. وهذا دليل على أن بيعته عليه السلام للصديق رضي الله عنه، سجلوا هذه، أنا لا أعرف، يعني بحثت كثيرا، لكن إن شاء الله بفضلكم، بعد فضل الله سبحانه وتعالى، يوجد أمور ربما غير موجودة عند الآخرين، لم تطرح من قبل الآخرين كأدلة وإشارات وبراهين ومؤيدات ومحتملات. فيرجى الالتفات إلى ما يقال وتسجيل ما يقال وإبراز ما يقال والبناء على ما يقال، وطبعا يحتاج إلى الالتزام الشرعي والأخلاقي والعلمي بإيصال ما يقال. أقول وهذا دليل، التفت جيدا، الكلام عن أي شيء، لاحظ، كان يستنكر، لقد استنكر وجوه الناس، فبسبب استنكار وجوه الناس التجأ إلى المصالحة. أقول وهذا دليل على أن بيعته عليه السلام للصديق لو صحت فإنها كانت بالإكراه ودفعا للحرج والضرر الذي وقع فيه علي عليه السلام بسبب مواقف وتصرفات الناس معه بعد وفاة فاطمة عليه السلام. فأين شيخ تيمية من هذا الإكراه الثابت بالصحيح، حيث يقول وأما علي
يقول ابن تيمية، يقول وأما علي عليه السلام وبن هاشم فكلهم، لاحظ دائما يتحدث بهذا الأسلوب، هذا طبعا لخداع الجهال، حتى يقول هل يعقل شيخ وشيخ إسلام، هل يعقل يكذب إلى هذا المستوى؟ يقول كلهم، يقول جميعا، يقول أجمعوا، يقول لا يوجد إجماع، يقول اتفق العلماء، يقول نفاه العلماء، يتحدث بالكل بالمجموع. هل يعقل بشيخ شيخ إسلام يتحدث ويكتب ويؤلف يصل إلى هذا المستوى من الكذب؟ لاحظ هذا أي إنسان، الإنسان البسيط يسأل هذا الأمر، يحكي بهذه الخصوصية، يتصور هذا التصور، لاحظ فيستخدم هذا الأسلوب، يرعب المقابل، يخدع المقابل، يعطي عنوان لشيء حتى يهيئ ذهن المقابل لتقبل ما يقول، وهذا منه دائما ينفي بالمجموع بالكلية، فيجعل المقابل يتردد. الآن عندما أنت تأتي إلى هذا الكتاب، والكثير من العلماء من السنة من الشيعة، الكثير منهم يتردد، يخاف، يقتبس من هنا ومن هناك، وربما بعض المقتبسات أيضا غير تامة، أو الكثير من المقتبسات على ابن تيمية غير تامة، فالردود والإشكالات عليه تكون غير تامة، ويستغل هذا أتباع التيمية الجهال وعلماء التكفير والضلالة والتدليس، يستغلون هذا الضعف عند الآخرين. فقسم من الناس حتى بعنوان عالم يخاف يهاب، يقول مجلدات وأجزاء وعندهم مؤلفات، يتحدث عن جانب العدد، وهو فنان وبارع في طرح الجانب العددي، حتى عندما تأتي إلى كتبه مثل تجد الجزء العاشر والجزء العشرين والجزء السابع والجزء السادس، تجد كثرة الأجزاء، لكن عندما ترجع إلى الأصل تجد بأن الجزء هو ليس بحجم ومقدار الجزء الذي نتصوره نحن، الكتاب الذي يتحدث عن الجزء الأول أو الثاني هل هو بحجم ما يكتب عادة وما يؤلف عادة وما يطبع عادة من كتب الآن؟ ليس هذا، بعض الكتب صارت عبارة عن أجزاء لوجود الشارحين والمعلقين عليها، فعندما ترجع إلى الكم الذي كتبه من كلمات وعبارات ربما لا يصل إلى ربع ما في تصورك وفي مخيلتك. التفت جيدا فأقول فأين شيخ تيمية من هذا الإكرار الثابت بالصحيح، حيث يقول وأما علي عليه السلام وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس، لاحظ لم يكتفي فكلهم بايعه، باتفاق الناس، هل يعقل شيخ يكذب إلى هذا المستوى؟ لا يعقل، من يصدق هذا؟ فلا يوجد من يصدق بهذا، فيقع الإنسان في التغرير. لكن عندما نأتي إلى الواقع نجد بأن هذا الكلام غير واقعي، وهذا الكلام تدليس في تدليس، وهذا عبارة عن كذب فاحش، يقول فكلهم بايعه باتفاق الناس، وبكل حال يقول وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه، هذا هو مورد الكلام مع ابن تيمية، أثبتنا الإكراه، يقول وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه. ثالثا فوجدت، أي غضبت، فوجدت فاطمة عليه السلام على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي عليه السلام. هذه وصية فاطمة، أن لا يؤذن بها أحدا، يدفنها سرا سلام الله عليه حتى تكتمل المظلومية التي كانت فيها الزهراء سلام الله عليها، حتى تذهب بخالص المظلومية إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترحل إلى الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. يقول ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي عليه السلام، والكلام لعائشة سلام الله عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. أقول لماذا لم يستنكر الصحابة والناس مواقف فاطمة عليه السلام من الخليفة والخلافة
ورفضها وغضبها ورفضها لها وغضبها على الخليفة ورفضها للخليفة والخلافة وغضبها على الخليفة الإمام الصديق ثاني الاثنين في الغار صاحب أبيها عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لماذا لم يستنكر الصحابة هذا الموقف من فاطمة؟ بل اللغز الغريب المحير أننا نجد مداراتهم للزهراء عليه السلام ومدارات لمواقفها إلى المستوى الذي يحتوي علي عليه السلام بها، يحتوي بذلك، يحتوي بمداراته للزهراء إلى المستوى الذي يحتوي علي عليه السلام بذلك، بحيث أنه بمجرد وفاتها عليه السلام انتهى كل شيء، فتغيرت وجوه الناس ومواقفهم تجاه علي عليه السلام، فاضطر للمصالحة والبيعة. هذا كل الكلام بناء على التسليم بكل ما جاء في الرواية. رابعا، ومن هنا نقول لشيخ التيمية وللدواعش الخوارج المارقة أنه ليس فقط علي عليه السلام، التفت جيدا، لا أريد أن أكرر إلى الالتفات والتركيز، ومن هنا نقول لشيخ التيمية وللدواعش الخوارج المارقة أنه ليس فقط علي عليه السلام قد انقاد لحكم ومواقف المرأة فاطمة. هذا ليس علي فقط من أتباع المرأة، أقول ليس فقط علي عليه السلام قد انقاد لحكم ومواقف المرأة فاطمة عليه السلام، بل كل الصحابة والناس انقادوا للمرأة فاطمة عليه السلام ولحكمها ومواقفها إلى المستوى الذي بمجرد وفاتها انقلبت مواقفهم كليا أي 180 درجة. فهل هذا انقياد لمرأة وانقياد لباطل؟ علامة استفهام وتعجب. وهل هو تقية من الناس من الصحابة؟ وهل هو تقية أو نفاق أو دين وحق وأخلاق؟ هذا الموقف من الصحابة، من علي، من الصحابة، من الناس، هل هو تقية أو نفاق أو دين وحق وأخلاق؟ استفهام وتعجب. ومن هنا يأتي فك اللغز التافه الذي تتوقعون أنه لغز محكم لا يمكن فكه، وتبوقون به هنا وهناك وتقولون لماذا يقدم علي فاطمة عليه السلام، لماذا يقدم فاطمة عليه السلام في المطالبة بالخلافة والإمامة، ولماذا يقدمها للمطالبة بفدك وغير فدك، ولماذا يقدمها لفتح باب الدار أو للذهاب لباب الدار ومواجهة الطارقين للباب والمحاولين اقتحام الدار؟ فهل يعقل أن يفعل علي عليه السلام ذلك وهو المقاتل البطل الشجاع المقدام الفصيح البليغ والكذا 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 والكذا؟ هذه الأسطوانة سمعتم بها ومرت عليكم. فيا دواعش، يا خوارج، يا مارقة، يا شيوخ ضلالة، أقول خامسا، أتاكم الجواب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لقد كسرت ظهوركم السيدة عائشة. أتاكم الجواب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ما هو الجواب؟ إنهم يهابون فاطمة عليه السلام ويخافون فاطمة عليه السلام، والعيب وكل العيب على الرجال أن ينقادوا لامرأة إلا بالانقياد والتبعية لفاطمة عليه السلام. ومن هنا استحسن الأمويون الفكرة فعملوا كل الحيل والمكائد والأكاذيب من أجل أن تتخذ أم المؤمنين المواقف المعادية للخليفة عثمان رضي الله عنه، فأوصلوا الحال إلى اغتياله رضي الله عنه، واستمر الحال مع علي عليه السلام حتى حصلت واقعة الجمل. فكان الصحابة الرجال الرجال الصناديد منقادين لامرأة وحكم امرأة وقيادة امرأة. فلا غرابة يا تيمية ويا أمة المارقة الدواعش الخوارج في تقديم علي عليه السلام لفاطمة عليه السلام في المطالبة بحقه، مع ملاحظة أن فاطمة عليه السلام بقيت
وأصرت على مواقفها حتى ماتت عليه السلام، والتحقت بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى إلى جوار أبيها خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، بينما السيدة عائشة رضي الله عنها قد أعلنت ندمها وتوبتها عما صدر، قد أعلنت توبتها ندمها وتوبتها القولية والفعلية، أو القولية أو الفعلية، وقد أعلنت ندمها وتوبتها القولية أو الفعلية عما صدر منها من مواقف ضد الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وضد الخليفة الرابع علي عليه السلام. سادسا، تقول السيدة عائشة: فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر. أقول: كيف نفسر هذا؟ وأنا قلت لكم سابقا إن شاء الله بعون الله وبتزديد الله أثبت لكم وهم وتفاهد ما يعتقد به شيخ التيمية، وما يعتقد به أتباع التيمية، وما يعتقد به الدواعش، الخوارج، المارقة، القتلة، أهل الإرهاب وسفك الدماء، ومن كتبهم وبأبسط أسلوب وبأوضح أسلوب وبأتم حجة وأبلغ حجة. لا نذهب بعيدا في إثبات بطلان ما عندهم، لأن ما عندهم أوهم من بيت العنكبوت، لا يملكون إلا الفراغ، الفراغ الفكري، العقلي، القلبي، الإيماني، فراغ في فراغ، سفاهة في سفاهة. إذن لاحظ، لم نخرج من مسلم ومن البخاري ومن أجواء مسلم ومن أجواء البخاري، فضلا عن الخروج من الأجواء العامة للفقه والتاريخ والتفسير والثقافة الإسلامية السنية، لم نخرج عن هذا الأمر. إذن مما يعتقدون بأنه بعد القرآن أو فوق القرآن، نأتي بما يفند ما يعتقدون به. إذن النقطة السادسة، يقول: فالتمس مصالحة أبي بكر مبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر. أقول: كيف نفسر هذا؟ هل يوجد تفسير مقنع يأتي به إلينا أحد مواطن أخطأ بحق الحاكم الإمام الخليفة ولي الأمر، فخالف إجماع الأمة وبقي ممتنعا عن البيعة، بل ومحرضا مع زوجته وأهل بيته ضد الخليفة والسلطة الحاكمة، إلى أن من الله عليه بالتوبة، بل اضطر إلى المصالحة ولجأ إليها مكرها، فهل يعقل أن يكون هذا المواطن الخاسر المخطئ العاصي، طبعا بين أقواس، فهل يعقل أن يكون هذا المواطن الخاسر المخطئ العاصي المتمرد التائب المعترف الطالب للعفو والمغفرة المضطر المكره على المصالحة، هل يعقل أن هذا المواطن هو الذي يفرض شروطه على الدولة ورئيس الدولة وكل أجهزة الدولة؟ سبحان الله والحمد لله على نعمة العقل. لاحظوا كيف نخرج من السياسة ونرجع إلى السياسة. السياسة جزء من المجتمع، جزء من الحياة، السياسة هي الحياة، والسياسة هي مواكبة الحياة والتعامل مع الناس والمجتمع والجماهير بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما فيه إبراء الذمة للإنسان. إذن لاحظ، مواطن خالف، أخطأ، عاند، حرض، خرج بتظاهرات، اعتصم، سبب الفتنة، خالف الإجماع، ويوجد نصوص لا ننسى: اضربوه بالسيف كائنا من يكون. ومع كل هذا نجد أن هذا المواطن، لسنا نحن من يقول، وإنما السيدة عائشة رضي الله عنها هي التي تقول بأن علي عليه السلام هو الذي فرض شروطه، فهل يعقل أن هذا المواطن هو الذي يفرض شروطه على الدولة ورئيس الدولة وكل أجهزة الدولة؟ سبحان الله والحمد لله، والحمد لله على نعمة العقل. النقطة السابعة، أقول: سبحان الله سبحان الله،
الإمام علي عليه السلام هو الذي يفرض شروطه، إنها شروط المنتصر، شروط صاحب الحق، شروط الولي الذي لا تأخذه بالله لومة لائم. فعلي عليه السلام هو الذي أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، لاحظ الأسلوب، لسنا نحن من نقل هذا، السيدة عائشة عليها السلام هي التي قالت أن علي عليه السلام هو الذي أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. فعلي عليه السلام هو الذي أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، واشترط عليه أن لا يأتنا أحد معك، هذا نص عبارة السيدة عائشة، لا يأتنا أحد معك، واشترط عليه أن لا يأتنا أحد معك، خاصة عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه يستجيب لشروط علي عليه السلام، بل حتى عمر رضي الله عنه لم يعترض على ذلك، بل أقر بذلك، وكان موقفه معبرا عن الخوف على أبي بكر من أن يكون وحده، فقال لا تدخل عليهم وحدك، لكن أبا بكر لم يسمع منه فذهب وحده، بمعنى أن عمر رضي الله عنه كان على استعداد أن يدخل مع أبي بكر، إذن ليس عنده مانع في الاستجابة لشروط علي عليه السلام، لذلك أقول فقد استجاب أبو بكر واستجاب عمر لشروط علي، وعلي المفروض هو في مقام مواطن قد خالف وعصى وتمرد واعتصم، يستحق الضرب بالسيف كائنا من كان، ومع هذا استجاب الخليفة الأول والثاني لشروط علي، وأتوا لعلي إلى البيت، أو كان عندهم الاستعداد للمجيء إلى علي والاستجابة لشروطه، واستجاب أبو بكر، وعمر كان عنده الاستعداد، لكن كان شرط علي بعدم مجيء عمر. أقول وأبو بكر يستجيب لشروط علي، بل حتى عمر رضي الله عنه لم يعترض على ذلك، بل أقر بذلك، وكان موقفه معبرا عن الخوف على أبي بكر من أن يكون وحده، فقال لا تدخل عليهم وحدك، لكن أبا بكر لم يسمع منه، ولكن أبا بكر لم يسمع منه فذهب وحده، فبالرغم من كل الذي حصل من فاطمة وعلي وآل النبي صلى الله عليه وسلم، نجد هذه المواقف من خلفاء المسلمين من أجلاء الصحابة وأمتها تجاه علي وأهل بيت النبي الأطهار عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام، فما بال المسلمين لا يقتدون بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في هذه المواقف، وما بال الأكثر والسواد الأعظم انقادا لتغريرات ومكائد وافتراءات وشيطنة الخوارج المارقة، حتى وصل أهل الإسلام إلى ما وصلوا إليه بسبب أفكار السموم والغدر والنفاق والتكفير والتقتيل والإرهاب الداعشي المارق. ثامنا، الرواية لم تحدد بالضبط الفترة الزمنية التي وقعت فيها الحادثة، بل ذكرت أنها بعد وفاة الزهراء عليه السلام، لكن بعدها بكم؟ بأيام أو أسابيع أو أشهر أو لسنة أو سنتين، الله أعلم. أقول وكلما كانت الفترة الزمنية أطول وتقترب من السنتين، فإنه يترجح أكثر وأكثر احتمال عمل جند العسل السم الأموي، في اغتيال الخليفة الأول رضي الله عنه، لأن المصالحة مع علي وأهل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام تحط تم أحلامهم في النزو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتسلط على رقاب المسلمين. تاسعا، أقول لا أجد بيعة في هذا النص إنها مصالحة، هذا حسب رأيي وحسب اعتقادي، من يقتنع بما أقول أهلا وسهلا، ومن لا يقتنع فأيضا أهلا وسهلا. أقول لا أجد بيعة في هذا النص إنها مصالحة لك، رأيك ولي رأيي، وأحترم رأيك
وتحترم رأيي، وندعو للتعايش السلمي بين الناس. هذا هو المنهج بين الخليفة الأول والثاني وعلي سلام الله عليهم، هذا هو الذي حصل. إذن أنا لا أعتقد وجود بيعة، لكن أعتقد أنه بل بالتأكيد حصلت مصالحة، بمعنى لك رأيك ولي رأيي، وأحترم رأيك وتحترم رأيي، وندعو للتعايش السلمي بين الناس. التفت قالت السيدة عائشة: فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي عليه السلام فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خير ساقه الله إليك، لكنك استبدت علينا بالأمر، وكنا نرى حقا لقرابتنا من رسول الله، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله نصيبا. التفت جيدا، إذن قال: لكنك استبدت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر وقال ما قال إلى أن تقول، فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. أنت في جيدا، ما لا يعني هذا؟ عندما وعده على العشية للبيعة يعني في هذه الجلسة لم تحصل بيعة وانتهى الأمر، حتى لا يشكل علينا ويعترض علينا بما ندفعه الآن. إذن ماذا قال علي سلام الله على علي؟ قال: ولكنك استبدت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله نصيبا أو حقا. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر إلى أن تقول، فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر. إذن ذكر العذر، ما هو العذر؟ قال له: لنا حق، نعتقد بأننا لنا حق في هذا الأمر، لنا نصيب في هذا الأمر. إذن بين هذا الأمر وانتهى. هذا من الذي تحدث أبو بكر عليه السلام. إذن يقول، إذ تقول السيدة عائشة بعد هذا: وتشهد علي. إذن كلام في الدار، كلام لأبي بكر، الآن المفروض يتصدى علي للبيعة. تقول: وتشهد علي عليه السلام فعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون. أين البيعة؟ لا يوجد بيعة. إذن فقط أمير المؤمنين سلام الله عليه بين واقع الحال. إذن في البيت قلنا قال الموعد العشية للبيعة، إذن لا يوجد بيعة. تصدى أبو بكر رضي الله عنه الكلام وبين لماذا علي تخلف عن البيعة. صعد علي على المنبر حتى يبايع، أين البيعة؟ إذا كان مجرد الكلام يعني البيعة، إذن هي قد انعقدت في البيت، لماذا قال له الموعد؟ لذلك قلت أؤكد على هذا، لماذا قال الموعد العشية للبيعة؟ إذن مجرد الكلام ومجرد الإنشاء بدون عقد البيعة لا يوجد بيعة، لم تتحقق البيعة، لا تصدق البيعة، لا يصدق عقد البيعة. إذن الآن ننتظر علي سلام الله عليه حتى يبايع، ننتظر علي. يصعد علي على المنبر عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ تشهد علي عليه السلام. عائشة رضي الله عنها التي تقول وتشهد علي عليه السلام فعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة حسدا على أبي بكر. هذا المعنى نفس المعنى الذي تحدث فيه الإمام في بيته مع أبي بكر، ما هو الفرق؟ نفس المعنى. ومع هذا المعنى قال الموعد العشية للبيعة، إذن هذا المعنى لا يدل على البيعة.
تقول سيدة عائشة: وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة حسدا على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا. لاحظ، ليس كنا نرى، ولكننا نرى، ولا زلنا نرى، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا. فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا. انتهى الأمر، حتى لم يتحدث هنا بصيغة الماضي، سلام الله على أمير المؤمنين، لم يتحدث. إذن بيعة، يعني أصل البيعة أصلا غير موجود، عقد بيعة غير موجود، أصلا لا يتحدث فيه أصلا كما بينا قبل قليل. وفوق هذا الآن لا يوجد كلام بصيغة الماضي: ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا. فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، فغضبنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصابت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. إذن راجع الأمر بالمعروف، حتى السيدة عائشة لا تقول ولا تعطي عنوان البيعة في موقف علي عليه السلام. إذن يوجد مصالحة، مصالحة بالمعروف، كان يقاطع، الآن بدأ يجالس على رأيه. كما قلنا في بداية النقطة، قلنا: لك رأيك ولي رأيي، وأحترم رأيك وتحترم رأيي، وندعو للتعايش السلمي بين الناس. هذا هو الذي حصل، صار علي يجلس في مجالسهم ويصلي بصلاتهم ويشارك الموجودين بالرأي والنصيحة والمشورة، وهو على رأيه وعلى معتقده، وهم على رأيهم وعلى ما يعتقدون. إذن مصالحة، هذه هي المصالحة. لماذا لا يتعلم أهل السياسة في هذه الأيام المصالحة من الخلفاء ومن علي سلام الله عليهم جميعا؟ لماذا لا نتعلم منهم؟ لماذا لا نتعلم؟ لأن علي وأبو بكر وعمر ليسوا سراقا، ليسوا من الفاسدين وأهل الفساد. نعم يوجد أخطاء، يوجد شبهات، يوجد ذنوب، يوجد تجاوزات، نعم موجود، لكن الخط العام، السياق العام، المنهج العام، الشخصية العامة، التركيبة العامة، التوجه العام، اتفق جيدا؟ إذن يوجد صلاح هناك، يوجد إصلاح، يوجد مرضاة الله، يوجد خوف من الله سبحانه وتعالى، يوجد إيمان بالآخرة وبعذاب الآخرة وعقوبة الآخرة. أما الآن هذه مفقودة، فلا يوجد مصالحة، لا تتحقق مصالحة إلا إذا تغيرت النفوس. المورد السابع، قال القرطبي: ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرت الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين والحمد لله رب العالمين. من الذي يقول؟ القرطبي. وهنا أقول: وهذا أيضا لا يدل على وجوب الإمامة شرعا، فربما يكون الخليفة الأول رضي الله عنه يعتقد بوجوبها العقلي، أو لاعتقاده باستحباب ذلك، أو لرجحانه العقلي، أو أنه فعل ذلك لدفع ضرر ومفسدة، لدفع ضرر ومفسدة لتوقعه أنه سيلزو عليها من سيفسد في البلاد والعباد، فنجده اهتم ويهتم بأخذ تحذير القرآن الكريم والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الرؤيا الفتنة والخطر الكبير الذي علم به الخليفة الأول وكذا الثاني، وأنه سيكون على أيدي وغير من قريش. فأي شخص عنده غيرة على الإسلام والدين والأخلاق والإنسانية فإنه سيكون ملزما شرعا وأخلاقا على إبعاد شبح القرود وفتنهم وخطرهم قدر ما يستطيع. فأي شخص عنده غيرة على الإسلام والدين والأخلاق والإنسانية فإنه سيكون ملزما شرعا وأخلاقا على إبعاد شبح القرود وفتنهم وخطرهم قدر ما يستطيع، وكل إنسان حسب علمه وتشخيصه وقدرته. عندي أولا البخاري المناقب عن سعيد الأموي قال: كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول:
سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. إذن عندنا أكثر من بني فلان، ويجمع هؤلاء وهؤلاء عنوان عام: بنو أمية، بنو مروان، بنو سفيان، بنو آل أبي سفيان، بنو معاوية. يقول: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. ثانيا، البخاري الفتن أعطى عنوان لباب، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي على يدي غلم سفهاء. ثالثا، البخاري الفتن عن عمرو عن جده قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. يقول: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. رابعا، البيهقي دلائل النبوة جزء سادس عن سعيد بن المسيب قال: سعيد بن المسيب قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية على منبره، فساءه ذلك، فأوحي إليه إنما أو إنما هي دنيا، فأوحي إليه إنما هي دنيا وأعطوها، فقرت عينه، وهي قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني بلاء للناس. خامسا، الأباطيل والمناكير والمشاهير للجرقاني، كتاب الفضائل في خلافة بني أمية، كتاب الفضائل في خلافة بني أمية عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم بني أمية على منابر الأرض وسيملكونكم، فتجدونهم أرباب سوء بعدي، لا يناوئهم أحد إلا نطحوه، فانتظروا بهم تختلف أسيافهم. هذه أيضا سيرة الانتظار، سنة الانتظار. ما هو العمل؟ يقول: فانتظروا بهم تختلف أسيافهم، فإذا اختلفت أسيافهم فلا يرتدوا على أعقابهم، لا يرتقون فتقا إلا فتق الله عليهم أشد منه حتى يخرج مهديا. قال الجد يعلى الثقفي: فاهتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرؤيا أوري في المنام، فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. إذن قال يعلى الثقفي: فاهتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرؤيا أوري في المنام، فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. سادسا، الحاكم النيسابوري في المستدرك كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أريت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة. قال: فما رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا حتى توفي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. سابعا، الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين كتاب الفتن والملاحم عن أبي برزة الأسلمي قال: كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية. يقول: لماذا تبغضون بني أمية؟ نقول: سلام الله على عمر بن عبد العزيز، وسلام الله على شخصيات من بني أمية اتخذت جانب الحق، لكن هذا هو نهج النبي على سنة النبي، لسنا نحن من نقول. النبي يبغض، ألا نبغض من يبغضه النبي؟
يقول كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنو أمية. أيها الدواعش، أيها الخوارج، أيها المارقة، أيها التيمية، خالفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصريح المخالفة وبأوضح المخالفة وبأفصح المخالفة وبأبشع المخالفة. حبوا بني أمية كما تشاءون، وستحشرون في ذلك اليوم إن شاء الله مع بني أمية، مع من يبغضهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه أيضا مسند أبي يعلى المصلي حديث أبو برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسند الروياني أيضا مسند أبو برزة الأسلمي أبغض الأحياء تحت عنوان أبغض الأحياء، وابن قانع في معجم الصحابة. ثامنا الهيثمي مجمع الزوائد جزء خامس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام كأن بني الحكم ينزلون على منبره وينزلون، فأصبح كالمتغيظ وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما لي رأيت بني الحكم ينزلون على منبري نزو القردة. التفتوا جيدا، آل مروان العم من آل أبي سفيان، التفت جيدا التحذير منهم بالخصوص، هؤلاء هم أئمة الداعشة، الدعشنة، هؤلاء الذين يذبحون الناس على الفكرة وعلى الكلمة وعلى الظنة. يقول ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة. قال أبو هريرة فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. المورد الثامن، قال القرطبي وقالت الرافضة يجب نصبه عقلا، وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل. نعم نحن نقول بهذا، يعني لا تأخذوا بكلام المارقة الدواعش الخوارج والجهال من التيمية، يقولون يرفضون الشرع، يرفضون الشرع، يرفضون القرآن. هذه التهمة التي تسجل على المعتزلة، تسجل على الشيعة، تسجل على الأشاعرة، تسجل على باقي المسلمين. لا تنخدعوا بهذا التدليس، أوصلوا هذه معلومات وهذه أفكار مهمة، يجب أن تصل إلى الناس، إلى البسطاء، إلى الجهال، حتى لا ينغروا بمن يغرر بهم. إذن من يقول بالوجوب العقلي يقول وجوب عقلي فلا ضرورة لي النص الشرعي، يعني هو واجب عقلا، وإذا أتى النص الشرعي نقول هذا النص الشرعي يؤكد الوجوب العقلي وانتهى الأمر. يعني بمعنى لو أوجب عليك الشارع المقدس، لو أوجب عليك الصلاة في المسجد، أنت في البيت ويجب عليك الصلاة في المسجد، هل يحتاج إلى أن يأتي الشارع بدليل ويصدر دليلا ونصا على وجوب المشي من البيت إلى المسجد؟ لا يحتاج، العقل يحكم ب وجوب المسير من البيت إلى المسجد حتى تمتثل لوجوب الصلاة في المسجد وانتهى الأمر. لاحظ، وإذا قال يستحب المسير من البيت إلى المسجد وفي كل خطوة كذا وكذا وكذا من الحسنات ومن الثواب، نقول هذا تأكيد للوجوب العقلي، العقل يقول بالوجوب وهذا تأكيد للوجوب العقلي، وإذا فيه أتى فيه أجر وثواب أكثر هذا شيء إضافي وهذا خير إن شاء الله. إذن لاحظ، عندما أقول يجب الصلاة في المسجد، إذن يجب المسير من البيت إلى المسجد من أجل الصلاة، هل يحتاج الآن إلى نص يقول يجب المسير من البيت إلى المسجد؟ لا يجب صدور هذا من الشارع من المشرع، لأنه واجب عقلا، هذا هو معنى الوجوب العقلي الذي نقول به. إذن يقول وقالت الرافضة يجب نصبه عقلا، وأن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل، وهذا فاسد. يقول قول الرافضة فاسد. لاحظ نبين ماذا يقول الرافضة. الرافضة يقولون أصل وجوب الإمام، يعني نقول هل يجب على الله سبحانه وتعالى، هل يجب إرسال الأنبياء والرسل، جعل الأنبياء والرسل؟ نقول نعم يجب. هل يجب على الله أن يجعل الأئمة؟ نقول نعم يجب، بنفس الدليل، بنفس المدركات، بنفس المقدمات التي توجب إرسال الرسول بعد أن يرحل الرسول،
هي نفس المقدمات توجب إرسال الإمام. لماذا أرسل الرسل؟ لأسباب، لنفس الأسباب يرسل الأئمة، يرسل الخليفة، يجعل الإمام، يجعل الخليفة، وانتهى الأمر. إذن الكلام في أصل الوجوب، هل يجب إرسال الرسول؟ نعم يجب إرسال الرسول. هل يجب إرسال الإمام؟ أي هل يجب جعل الإمام؟ نعم يجب جعل الإمام كما يجب جعل الرسول. هذا كلام، هذا هنا نقول يجب عقلا. إذن نقول الآن يجب جعل الإمام. الآن نأتي بعد هذا مرحلة لاحقة، نقول هذه كلية، هذه كبرى، نريد أن نطبق هذه الكبرى، هذه الكلية على الواقع إلى الخارج. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. إذن من هو الإمام؟ نحن قلنا يجب أن يجعل إمام، يجب جعل الإمام في الأرض بعد رحيل الإمام، بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الإمام؟ لاحظ يجب علينا أن نشخص الإمام. من هو الإمام؟ الإمامية، الروافض، الشيعة، وأيضا يوجد غير الشيعة من يقول بوجوب هذا بالنص، يصدر نص شرعي يشخص، كما أن النبي ليس كل يدعي بأنه نبي، ولا يوجد إجماع الأمة على تنصيب النبي وجعل النبي. هل يوجد إجماع للأمة على تنصيب النبي وجعل النبي؟ لا يوجد. حتى لو خالف جميع الناس خالف النبي، يبقى هو على نبوته وعلى رسالته وعلى دعوته وعلى حقيته وعلى حقه. فنفس الكلام ما يقال في النبي يقول يقال في خليفة النبي، ما يقال في النبي يقال في الإمام. كيف يثبت النبي أنه نبي وأنه مرسل من السماء وأنه صاحب حق؟ كيف تثبت النبوة؟ كيف تثبت الرسالة؟ كيف يثبت كلام النبي وادعاء النبي وادعاء الرسول؟ نفس الكلام يقال عن الإمام. فمع النبي يحتاج إلى معجزة كي يثبت صحة ادعائه وصحة رسالته وصحة كلامه وصحة كتابه وقرآنه، ومع عدم المعجزة لا يستطيع الإثبات. ننتقل إلى الإمام. الآن نقول كيف يثبت الإمام؟ إذن نقول يثبت الإمام بالنص. لمعرفة من هو الإمام بين الناس يثبت بالنص. ما بعد النص تبقى علامات ودلالات ومناظرات ومكاشفات وحوارات ونقاشات، هذا شيء آخر. إذن النص يكشف لي الإمام، النص يكشف لي من هو الإمام. في مقابل هذا يقول الإجماع يكشف من هو الإمام، القوة والسيف والبطش يكشف من هو الإمام، إجماع أهل المدينة يكشف من هو الإمام، إجماع أهل السقيفة يكشف من هو الإمام، إجماع أهل الحل والعقد يكشف من هو الإمام، مبايعة معاوية ليزيد يكشف من هو الإمام، مبايعة مروان لابنه يكشف من هو الإمام، مبايعة الخليفة الفلاني لابنه يكشف من هو الإمام، مبايعة الملك الفلاني والأمير الفلاني والزعيم الفلاني والرئيس الفلاني لابنه وولاية العهد لابنه ومبايعة الناس لهم للابن بولاية العهد تثبت الإمام. هل هذه إمامة؟ هل هذا خط إلهي؟ هل هذه رسالة؟ هل هذا لطف؟ هل هذه حكمة؟ هل هذه رحمة؟ هل هذا علم؟ إذن فقط أريد أن أصل إلى هذه النتيجة. عندي وجوب الإمام والإمامة، هذا ثابت، انتهينا منه، قلنا ثابت عقلا أو ثابت شرعا، هذا انتهينا منه. بعد هذا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صار تعيينا وإلزاما أن يشخص الإمام، أن يحدد الإمام، أن يتصدى الإمام. إذن من هو الإمام؟ نحن نقول نلتجئ إلى النص، يوجد نص بالإمامة. الغير يقول لا يوجد نص بالإمامة، لم يصدر أي نص بالإمامة. إذن ما هو السبيل؟ يقول نلتجئ إلى القياس، إلى الرأي، إلى الاجتهاد. إذن وقالت الرافضة يجب نصبه عقلا، وأن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، هذه في قضية أصل الإمامة، أصل وجوب الإمامة والإمام. فأما معرفة الإمام، هذه مرحلة ثانية أخرى، فأما معرفة الإمام يعني في جانب التطبيق في الواقع والخارج، فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل. هذا من الذي يقول؟ يقول الرافضة، يقولون بهذا. يقول القرطبي وهذا فاسد، لأن العقل لا يوجب ولا يحظر، يعني لا يوجب ولا يحرم، لا يوجب ولا يحظر، ولا يقبح ولا يحسن، وإن كان كذلك
إذا كان كذلك بأن العقل لا يوجب ولا يحضر ولا يقبح ولا يحسن، يقول وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح. أين واضح؟ ما هو الوضوح؟ أتى بقاعدة عقلية هلك بسببها أكابر العلماء، وقتل بسببها أكابر العلماء، ويقول هذا واضح. أقول أكتفي بالقول من قال، التبت جيدا، أنا أحاول أن أتي بأمور قلنا بسيطة وواضحة وكافية إن شاء الله في إثبات الحق واتباع الحق. أكتفي بالقول من قال ومن حكم بي بين قوسين إذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع، أي واجبة شرعا. من قال بهذا؟ من حكم بهذا؟ هو قال ماذا قال؟ قال وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، قال وهذا واضح، نسلم معه. أقول أكتفي بالقول من قال ومن حكم بي أنه إذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع، أي واجبة شرعا، وعلى فرض أنه كان كذلك. الآن نقول من الذي يحكم بهذه القضية، بهذه المقدمة، بهذا المعنى؟ من الذي يحكم بأنه إذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع، أنها واجبة شرعا؟ أقول وعلى فرض أنه كان كذلك، فمن قال ومن يحكم بي ثبت أنها واجبة من جهة الشرع. يعني لو ثبت بأنه فعلا العقل لا يوجب ولا يحضر ولا يقبح ولا يحسن كان كذلك، انتهينا من هذا. لكن من يحكم، من يقول ومن يحكم بي، هذا الجزء الثاني من العبارة، من يقول ومن يحكم بي ثبت أنها واجبة من جهة الشرع؟ أقول فما هو المحذور في أن يكون ذلك كذلك؟ يعني نقول يكون ذلك أو ذاك كذلك، أي يعني يكون أن العقل لا يوجب ولا يحضر ولا يقب ولا يحضر ولا يقبح ولا يحسن، يكون كذلك، نعم هذا تام، ولكن لا يثبت الجزء الثاني. يعني يثبت الجزء الأول هذا، وإذا كان كذلك يثبت هذا صحيح، لكن هذا ثبت أنها واجبة لا تثبت، هذا كلام غير تام باطل. الأول صحيح والثاني باطل، من قال أنه إذا ثبت الأول فيثبت الثاني؟ لا، نقول يثبت الأول والثاني لا يثبت، لا يثبت أنها واجبة من جهة الشرع، يثبت أن العقل لا يوجب ولا يحضر ولا يقبح ولا يحسن، لكن لا يثبت أنها واجبة من جهة الشرع. إذن أقول وعلى فرض أنه كان كذلك، فمن قال ومن يحكم بي ثبت أنها واجبة من جهة الشرع، فما هو المحذور في أن يكون ذاك كذلك ولكن لا يثبت أنها واجبة من جهة الشرع؟ لا جواب أبدا إلا بالقول بأن العقل يدرك ويحكم بي ثبت أنها واجبة من جهة الشرع، أي أن العقل يحكم بي ثبوت وجوبها من جهة الشرع، أي لو لم يحكم العقل فإنه لا يثبت وجوبها، أو نعم لا يثبت وجوبها من جهة الشرع، بمعنى أنه إذا انتفى حكم العقل فلا يثبت وجوبها الشرعي، وإذا ثبت حكم العقل ثبت الوجوب الشرعي، أي أن العقل حكم بثبوت الوجوب الشرعي، أي أن العقل حكم بالوجوب الشرعي، النتيجة أي أن العقل حكم بالوجوب الشرعي. فهل العقل الآن حكم أو لم يحكم؟ فهل حكم العقل أو لم يحكم؟ هل حكم العقل بالوجوب أو لم يحكم؟ حكم بالوجوب. إذن تبطل المقدمة التي قلتها يا قرطبي، تقول لأن العقل لا يوجب، لا هنا العقل أوجبه. أقول فهل حكم العقل أو لم يحكم؟ لقد حكم العقل بالوجوب، ولولا حكم العقل لما ثبت الوجوب أصلا، فكيف تقول لأن العقل لا يوجب ولا يحضر ولا يقبح ولا يحسن؟ والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.